حالة من الانبهار والذهول داخل الإعلام الجزائري والشارع الرياضي الجزائري بعد فوز المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية في بطولة كأس السلفادور نسخة عام 2024. وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، الفيديو ده بالذات يستحق منك مليون لايك، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشارك الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم، وافتخر معايا ان انت مغربي. طبعا بعد رفع راية المملكة المغربية على الأراضي الجنوب أفريقية وتحقيق المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية لبطولة كوسوفا الدولية على حساب منتخب موزمبيق في المباراة اللي انتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح لصالح المنتخب المغربي وتأهله إلى بطولة كأس السلفادور الدولية المقامة على أراضي السلفادور على ملعب كوستا ديل سول، وبمشاركة لأول مرة الكرة العالمية بول نيوم. ألف مليون مبروك الفوز الثمين والغالي جدا لمنتخب المغرب الكرة الشاطئية الأول على منتخب السلفادور المصنف 17 عالميا من التصنيف العالمي لكرة القدم الشاطئية في مباراة والأروع. وعرفت بطولة كأس السلفادور لنسختها العام 2024 مشاركة 8 منتخبات، 4 منتخبات على الجانب النسوي كلا من منتخب السلفادور المنظم والمستضيف للبطولة، بالإضافة إلى منتخب الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منتخب إنجلترا وجزر بهاما المعروف بجزر الكاريبي، بالإضافة إلى تواجد 4 منتخبات على الجانب الذكري في جانب الرجال، بتواجد كل من المنتخب المغربي العربي الإفريقي الوحيد المشارك في بطولة كأس السلفادور لنسخة عام 2024، بالإضافة إلى منتخب السلفادور المصنف 17 والمنظم والمستضيف للبطولة، بالإضافة لتواجد كل من منتخب سويسرا المصنف 10 عالميا من التصنيف العالمي لكرة القدم الشاطئية، بالإضافة لتواجد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المصنف 13 عالميا، 13 من التصنيف العالمي لكرة القدم الشاطئية. وشهدت البطولة تواجد رائع جدا من جانب عشاق ومحبين كرة القدم الشاطئية في الأراضي السلفادورية. طبعا كل جمهور كرة القدم الشاطئية كانوا مستعدين على أوجه الاستعداد التام لملاقاة المنتخب المغربي، بالأخص بعد حصول المغرب على بطولة دورة كوسوفا. طبعا بعد تسميع المنتخب المغربي في التصنيف العالمي وحصوله على المرتبة 18، طبعا المنتخب المغربي الكثير الوافي على وجه الكرة الأرضية في كل أنحاء العالم بيعمل له حساب. استطاع المنتخب المغربي من الفوز على منتخب سلفادور المنظم والمستضيف للبطولة في الجولة الأولى، المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب المغربي. تقدم المنتخب المغربي مع انطلاق الجولة الأولى بقدم رائع جدا الزهراوي، ثم يعدل المنتخب السلفادوري النتيجة مع نهاية الجولة الأولى محرجا هدف التعادل بقدم شرية، لينتهي الجولة الأولى بنتيجة 1-1 بين المنتخبين. ويتقدم المنتخب المغربي في الشوط الثاني بمتابعة ولا أروع من إدريس غنام، لينتهي الجولة الأولى ولينتهي الشوط الثاني بتقدم المنتخب المغربي 2-1. ثم يأتي الشوط الثالث الحاسم، ومع تقدم المنتخب السلفادور ومع تعديل النتيجة بقدم رينجز ليصبح النتيجة 2-2، استطاع المنتخب المغربي من العودة والتقدم وإحراز هدف الفوز في الدقيقة 5 مع انتهاء الشوط الثالث والجولة الثالثة بقدم المتألق الرائع جدا إدريس غنام، لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب المغربي والفوز الغالي والثمين جدا على منتخب السلفادور اللي بعتبره فوز بتحقيق لقب كأس العالم في ظل حصول المنتخب المغربي على بطولة في أقل من أسبوع على الأراضي الأفريقية بمدينة دربان الجنوب أفريقية، وبعدها بثلاث أيام مباشرة يذهب ويسافر ويتحمل مشق السفر وتحمل أعباء السفر ويتحمل رفع راية المملكة المغربية خارج الديار كمشاركته الأولى
وأيضا الأول عربيا وأفريقيا في مشاركة كاس السلفادور الدولية العالمية بعدها بثلاث أيام مباشرة وفي ظل الأجواء الرمضانية وفي ظل الاستعدادات على الأراضي الإحمائية إحماء على الأراضي الشاطئية يعني على الرمال يا جماعة مشقة أكثر من رائعة مشقة يستحق عليها كل التقدير المنتخب المغربي سفر 24 ساعة واستغلال أو استقلال أربع طائرات يعتبر أعباء شقة على المنتخب المغربي بكامل عناصره كل الشكر موصول لكل أعضاء وكل عناصر باشة المنتخب المغربي في ظل تواجد أوبحري القرشلي إدريس غنام بالإضافة لتواجد النجم المتألق الرائع جدا الحارس المتألق اللي استطاع من التصدي للكثير من فرص منتخب السلفادور اليوم الحارس ياسر عبادة بالإضافة لمدرب أكثر من رائع المدرب السنغالي عمر شيلة ألف مليون مبروك المنتخب المغربي الفوز الثمين والغالي جدا وفي نفس الوقت دولة بتهتم برياضة كرة القدم الشاطئية في ظل تواجد أكثر من عامل وأكثر من عنصر لتشجيع كرة القدم الشاطئية واستعدادات تام من جانب البلد المنظمة وأيضا ما ننساش مشاركة أربع دول من أعظم الدول في كرة القدم الشاطئية المنتخب الولايات المتحدة اللي حصل على بطولة كرة القدم الشاطئية النسائية في عام 2022 النهاردة بيخسر في جولته الأولى أمام منتخب إنجلترا بعد هزيمة مدوية بضربات الترجيح اللي انتهت بنتيجة 7-6 لصالح منتخب إنجلترا بعد انتهاء الوقت الأصلي بين المنتخبين بنتيجة 3-3 بالإضافة للأشواط الإضافية الثلاث وعلى الجانب الآخر استطاع منتخب سلفادور النشوي الفوز على منتخب جزر بهاما لأول مرة لأول مشاركة في مشاركة جزر الكاريبي في البطولة استطاع المنتخب السلفادور الفوز في الجولة الأولى بنتيجة 1-0 وفي الجولة الثانية استطاع من التقدم أيضا بنتيجة 4-0 ومع ختام الجولة الثالثة وختام المباراة استطاع بتحقيق فوز ثمين وغالي جدا لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 8-0 لصالح المنتخب السلفادوري ألف مليون مبروك المنتخب المغربي تحقيق الفوز الثمين والغالي جدا على الجانب الذكر على المنتخب المنظم والمستضيف للبطولة وبمشيئة الله تعالى يكون الفوز حليف المنتخب المغربي في الجولة الثانية المقرر إقامتها اليوم الجمعة الموافق 29/3/2024 حيث يلتقي مع منتخب سويسرا في تمام 11:15 مساء بتوقيت المملكة المغربية كما يلتقي المنتخب السلفادور مع منتخب الولايات المتحدة في تمام 2:00 بتوقيت المملكة المغربية مع العلم انتهت الجولة الأولى بفوز المنتخب السويسري على منتخب الولايات المتحدة أيضا بنتيجة مدوية بنتيجة 5-0 لصالح المنتخب السويسري ذو التصنيف العاشر عالميا من التصنيف العالمي لكرة القدم الشاطئية وعلى الجانب النسوي وفي الجولة الثانية يلتقي المنتخب انجلترا مع منتخب جزر بهاما في تمام 10:00 بتوقيت المغرب كما يضرب المنتخب السلفادور موعدا مع منتخب الولايات المتحدة في الجولة الثانية في تمام 11:15 صباحا بتوقيت المملكة المغربية وفي نفس الوقت اللي بيتابعها يقدر يتعرف على نتائج ومواعيد المباريات حصريا اول باول ومن داخل قناتي اطيب تمنياتي لكل عناصر المنتخب المغربي لكره القدم الشاطئيه تحقيق الفوز الثاني على التوالي اليوم على منتخب سويسرا وايضا الحصول على كاس السلفادور الدوليه لنسخه عام 2024 مع اطيب تمنياتي لكل عناصر المنتخب المغربي بالتوفيق والى المملكه المغربيه وللشعب المغربي مزيد من التقدم والإنجازات في كل أنواع الفئات العمرية في كل أنواع الأنشطة الرياضية وفي جميع أنحاء الكرة الأرضية لمزيد من التألق والانتصارات للشعب المغربي الطيب الأصيل وأشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.